دعا رئيس الوزراء الأسبق زعيم كتلة العراقية إياد علاوي إلى ضرورة تشكيل الحكومة القادمة على أساس الشراكة الوطنية والابتعاد عما أسماه بالمحاصصة الطائفية والحزبية. وقال علاوي إن الحديث عن إشراك القائمة العراقية في تشكيل الحكومة القادمة يجب أن يتم بحسب ما نص عليه الدستور. من جانب انتقد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا انصياع القضاء العراقية لمطالب ائتلاف دولة القانون، وذلك بعد قرار مفوضية الانتخابات إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بغداد.